هل الحوثي عصي على الهزيمة أم أن السعودية فشلت خلال سنوات الحرب الخمس؟ ما وراء الغزل السياسي بين الرياض وميليشيا الحوثي؟ وما هو موقف هادي والشرعية إزاء ترتيبات إزاحتهم من المشهد؟ أهلا بكم. قال ولي العهد ولي عهد المملكة السعودية محمد بن سلمان في مقابلة تلفزيونية إنه متفائل بتصريحات قيادة ميليشيا الحوثي بشأن إيقاف إطلاق النار، وإن الرياض تتطلع إلى مشروع سلام بينها وبين الميليشيا. محمد بن سلمان الذي استقبل الرئيس هادي عشية عاصفة الحزم كان قد أعلن إن هدف تدخله في اليمن إعادة الشرعية والقضاء على الانقلاب. فهل تبخرت هذه الأهداف؟ أم ما الذي حصل بالضبط؟ بين الأروقة الإقليمية والدولية يجري الحديث عن اتفاق بين السعودية وميليشيا الحوثي، لكن ما هو مصير الشرعية ومشروع الدولة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث؟ هل ستسلم الرياض هادي ومعاونيه إلى الانقلابيين في صنعاء وعدن وتزيح الستار عن مشروع يمن الميليشيات والتقسيم؟ ما موقف السلطة الشرعية من هذا المشروع؟ أم أنها ستنتظر إلى أن تقع الفأس بالرأس كما هي العادة؟ مرحلة جديدة تخوضها السعودية في اليمن، خطوتها هذه المرة باتجاه ميليشيا الحوثي الحليف الرئيسي لإيران. محمد بن سلمان قال في مقابلة على إحدى القنوات الأمريكية قبل أيام إن المملكة ترحب بتصريحات الحوثيين حول وقف إطلاق النار. أعقبه نائبه في وزارة الدفاع وشقيقه خالد بن سلمان بتصريحات أكثر وضوحاً، مؤكداً أن بلاده تنتظر بإيجابية لتصريحات الحوثيين، واصفاً إياهم بالطرف اليمني في إشارة فسرها البعض بأنها أول اعتراف سعودي بتمثيل الحوثيين لليمن. قبل أكثر من 4 سنوات تدخلت السعودية في اليمن تحت لافتة استعادة الشرعية والقضاء على انقلاب الحوثي، لكن المعادلة اليوم أصبحت مختلفة، فالحوثي أصبح في قاموس الرياض الطرف اليمني الذي تأمل أن تتوصل معه للسلام، الأمر الذي قد يعني طي صفحة هادي وشرعيته المعترف بها دوليا. مراقبون يرون أن تصريحات محمد بن سلمان وأخيه تحمل في طياتها إعلان هزيمة بعد قرب 5 سنوات من الحرب، ومؤشرا لفشل الرياض في إزاحة وكلاء إيران في اليمن وإعادة الحكومة الشرعية. يؤيد ذلك موقف الرياض الأخير من انقلاب عدن، حيث كان دورها فيه بمثابة الوسيط المسير لعملية الانقلاب، بالإضافة إلى مهمة إسكات الشرعية ومسؤوليها ومنع رفع أصواتهم ضد أجندتها الجديدة. إبرام الرياض اتفاقاً مع ميليشيا الحوثي يعني بالضرورة تجاوز القرارات الدولية التي تلزم ميليشيا الحوثي بالتراجع عن انقلابها وتمكين السلطة الشرعية من حكم البلاد، كما تمثل تجاوزاً للمرجعيات الثلاث التي لطالما أعلنت الرياض التزامها بها في أكثر من مناسبة. ملامح جديدة تلوح في أفق المشهد السياسي تظهر فيها الرياض وأبو ظبي وميليشيا الحوثي والمجلس الانتقالي كأبرز الفاعلين، فيما الشرعية ومؤسساتها الدستورية وأحزابها السياسية خارج المعادلة كلياً، ينتظرون بسلبية تامة آخر مراسم طي صفحتهم من الخارطة اليمنية. وإذ تبدو ملامح الاتفاق بين مشاريع التفكيك الداخلية ومشروع الهيمنة والوصاية الخارجي ماضية باتجاه الإجهاز على تطلعات اليمنيين، تظل السلطة الشرعية وكأنها مجرد غطاء لكل هذه المشاريع. فهل سيقبل اليمنيون بهذا السيناريو أم سيكون لهم موقف آخر؟ أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أرحب بمن ينضم لي هنا في الاستوديو الأستاذ خالد عقلان الكاتب الصحفي. أهلا بك أستاذ خالد. حياكم الله أستاذ خالد. إذا ما بدأنا، يعني خلال الفترة الماضية كانت هناك تصريحات مبادرة قدمتها ميليشيات الحوثي بعد عملية أرامكو بوقف إطلاق النار من جانب واحد، كان بعد ذلك هناك ترقب حديث من السعودية أنه ليس هناك قبول بهذه المبادرة، لكن بعد ذلك كانت هناك تصريحات سعودية ووقف للعمليات الضربات الجوية على الأقل
ثم كانت هناك تصريحات، يعني إذا ما بدأنا بتفكيك لغة الخطاب السعودية، حديث خالد بن سلمان الذي يقول إن التهدئة التي أعلنت من اليمن تنظر لها المملكة بإيجابية كون أن هذا ما تسعى له دوما وتأمل أن يطبق بشكل فعلي، ما الذي تجد في ثنايا هذا الخطاب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نستطيع القول أن الأمير محمد بن سلمان هذه المرة وعبر لسان أخي يعلن فشله في اليمن بكل تأكيد، يعني وتتضمن هذه التغريدة التي وردت على لسان نائب وزير الدفاع وهو المخول الآن بالملف اليمني الأمير خالد بن سلمان. هؤلاء يعني مع حداثة سنه لأنه يتولى ملفا معقدا للغاية وأوكل إليه الملف اليمني، ويعلن عبر حسابه في تويتر الاعتراف بميليشيات الحوثي وعلى اعتبار أنها ممثلة لليمن، وهذه يعد انتكاسة كبيرة جدا تضع السعودية أمام مأزق قانوني في الحرب التي شنتها خلال اليمن. فلماذا شنت السعودية حرب لمدة 5 سنوات وأعلنت عبر هذه العمليات العسكرية أنها تهدف لاستعادة الشرعية وعودة الدولة وتحرير وإنهاء الانقلاب وإسقاط الانقلاب؟ ها هي بعد 5 سنوات تعمل السعودية على تمكين الميليشيات بل والاعتراف بها في صنعاء ورعاية انقلاب آخر في عدن، وهي تضغط على الحكومة الشرعية وتستخدم ورقة الشرعية وتضغط عليها لكي تقبل بالحوار ليكون المجلس الانتقالي الانفصالي الميليشوي الجنوبي العنصري يعني متحكما بعدن وبالعاصمة المؤقتة. فبالتالي نحن أمام مشهد مختلط للغاية، ما يجري هو يعد انتكاسة كبيرة جدا وللقرار السعودي ولصانع القرار السعودي في اليمن. انتكاسة القرار السعودي لها ما بعدها من حيث التداعيات الخطيرة التي ستكون على السعودية، يعني أولا على 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 المشهد اليمني الداخلي يعني، وسينعكس تلقائيا على المشهد السعودي مباشرة. أي انتكاسة في اليمن يتمثل في تفكيك الدولة اليمنية وتحكم الميليشيات سواء كانت ميليشيات عنصرية مناطقية في الجنوب برعاية إماراتية أو الميليشيات طائفية عنصرية كذلك في الشمال برعاية إيرانية، هذا يعد تفكيك للدولة اليمنية. تفكيك الدولة اليمنية يعد مهددا استراتيجيا بل ووجوديا للسعودية تحديدا، يعني إيران لن تقف أبدا عند العاصمة الرابعة في صنعاء، سيكون لها أطماع توسعية، وحينما ضربت أرامكو من إيران وتبنى الحوثيون يعني هذه الضربة يعني انكشفت السعودية تماما أنها يعني الدولة الأكبر أو التي تتصدر يعني المشهد العالمي الإسلامي، دولة هشة ضعيفة لا تستطيع أن تقف أمام ميليشيا. فبالتالي يعني هذا الوضع أو الانهزام في اليمن سيجري الأقليات الشيعية المضطهدة في السعودية لتنتفض على العائلة الحاكمة وتتمرد عليها، فبالتالي سيكون لها انعكاسات خطيرة جدا على الداخل السعودي وكذلك على المشهد اليمني الداخلي. يعني أي تفكيك أو تمزيق لليمن سيكون له انعكاسات خطيرة جدا على المشهد السعودي الداخلي بشكل عام وعلى الأمن الاستراتيجي للجزيرة العربية. هذا بشكل يعني بالمختصر. لكن لماذا تغيرت اللهجة؟ يعني كان هناك، إذا ما عدنا إلى ملابسات ما حدث في أرامكو، كان هناك ضربات لهذه يعني لمصادر طاقة هناك، ثم كان هناك تحميل سعودي غير مباشر أمريكي مباشر لإيران لمسؤولية هذه الضربات مع التبني الحوثي، ثم كانت مبادرة الحوثيين التي يبدو أن السعودية درستها إلى حين أن تعاملت معها بشكل مماثل، وكان هناك تأييد دولي أيضا. لماذا تغيرت يعني لهجة الخطاب السعودي؟ هل السعودية يعني عبر يعني النظام السعودي يحس بنوع من المأزق؟ هل أنه يريد الاستغناء عن الحليف بداخل اليمن إذا ما اعتبرنا أن حليفه بداخل اليمن هو الشرعية؟ يعني التناقض الكبير لصانع القرار السعودي الذي صار يتحدث عن حرب يمنية سعودية مهمشا للشرعية ومتناسيا للانقلاب الذي شن حربا على اليمن أكلت الأخضر واليابس وتسببت بأكبر أزمة إنسانية من أجل إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة والشرعية، هذا يعد يعني تناقضا فجا وسيدخل السعودية في مأزق قانوني كما قلنا أنها شنت حربا ظالمة على اليمن، وستتحمل السعودية كل تداعيات هذه الحرب الظالمة التي شنتها على اليمن باعتبارها عدوان كونها لم
تحقق الأهداف التي يعني أتت من أجلها. التخبط السعودي خلال الخمس السنوات هو الذي يعني مكن للحوثي، وهو الذي جعل الحوثي عصيا على الكسر بسبب تخبط صانع القرار السعودي. أما الحوثي ليس عصيا حقيقة على الكسر أمام إرادة اليمنيين، بدليل أن يعني الطيران السعودي الإماراتي هو الذي يستهدف تماما الجيش الوطني ويمنعه تماما من أن يتقدم من أجل استعادة الدولة ومن استعادة يعني ومن استعادة زمام المبادرة. وما حصل في الجنوب في عدن خلال في 8 أغسطس إلى 10 أغسطس خير دليل، يعني الجيش اليمني تقدم واستطاع أن يسقط الميليشيات التي صرفت عليها الإمارات المليارات، وتقدم إلى أن وصل إلى باب العلم إلى عدن، وبالتالي تعرض يعني الجيش اليمني إلى ضربة قاسمة. فبالتالي نحن نقول أن ما يجري في اليمن من انهزام من هزيمة كبرى ومن انتكاسة كبيرة جدا للسعودية وتهديدا استراتيجيا ووجوديا للسعودية، وما يعني لم يحصل مطلقا منذ أن تأسست المملكة العربية السعودية إلى هذه اللحظة، أن عاشت هذا الذل وهذا الانكسار وهذا الانهزام إلا في عهد الأمير محمد بن سلمان. محمد بن سلمان قبل عامين كان يستعرض بألعاب فيديو أن يعني السيطرة على طهران يعني وقبل ويصرح الأمير محمد بن سلمان ويقول أنه يستطيع خلال أسبوع يعني استعادة صنعاء وإسقاط الانقلاب. فبالتالي نحن أمام مشهد مرتبك، ألا ترى أن هناك أمام إدارة مرتبكة أن يكون تصريحات، خاصة أن تصريحات محمد بن سلمان عندما قال أنه يأمل في أن يؤدي وقف إطلاق النار على السعودية الذي أعلنه الحوثيون من جانبهم إلى حوار سياسي وإنهاء الحرب في اليمن، هذه في مقابلة لتلفزيون أمريكي، عندما يقول ذلك للغرب، ألا ترى أنه أيضا قد يصرح بتصريحات ليست بالضرورة تترجم السياسة الفعلية التي سيتم اتخاذها على الأرض؟ للأسف الشديد لم يعد هناك يعني نستطيع أن نقول أنه لم يعد هناك يعني في السعودية صانعا للقرار ومستقلا في صناعة القرار. يعني نحن أمام تخبط لم يسبق له مثيل في صانع في أروقة القرار السعودي. هناك انهزامية واضحة وارتباك واضح، هذا الارتباك انعكس على أداء السعودية سواء في اليمن وغير ذلك. الآن الإمارات تحاول أن تسيطر على أكبر قدر ممكن من المكاسب في الجنوب، والسعودية تحاول الآن الخروج بماء الوجه، والسعودية تتحمل مسؤولية تبعات الحرب في اليمن، بينما الإمارات تحاول أن تستفيد أقصى ما يمكن من السيطرة على المنافذ البرية والبحرية وعلى مناطق النفوذ في اليمن. بالتالي السعودية أصبحت الآن في الواجهة وهي التي تتحمل تبعات هذه الحرب، وهي التي تحاول الآن الخروج من المأزق وتركت في المنتصف. فبالتالي السعودية الآن في مأزق خطير، السعودية لم يعد لديها ما يمكن أن تحققه في اليمن إلا يعني مزيد من الإذلال الذي تتعرض له يوما بعد يوم. دعنا نأخذ وجهة نظر السعودية، ورحب بمن ينضم لنا عبر الهاتف من الرياض اللواء الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي اللواء مسرور الأحمري. أرحب بك سيادة اللواء. يعني تصريحات القيادة السعودية حول الحرب في اليمن كما يبدو أنها تحمل منعطفا جديدا، هل ترى أي ترتيبات جديدة بخصوص المشهد في اليمن؟ مساء الخير لك وضيفك الكريم. عزيزي أنا أحب أوضح شيء في بداية الكلام. التحالف العربي إقام بمجهود المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف معينة، إعادة الشرعية، يعني محاولة إنهاء الدور الإيراني في اليمن، إعادة اليمن كما كان موحد تحت سلطة الحكومة الشرعية برئاسة الرئيس هادي. هذا الأهداف لا أتوقع، نظرتي وقراءتي لا أتوقع أن المملكة العربية السعودية ستتنازل عن أي هدف من هذا الأهداف الرئيسية، بالإضافة إلى أنها لن تقبل مهما الآن سمعنا ببعض التقارير الصحفية أو بعض التحليلات والتي خرجت من يعني لم تخرج من الجهات الرسمية السعودية، لن تقبل مثلا بوجود الميليشيات الحوثية المسلحة في جنوب المملكة العربية السعودية وفي شمال اليمن، لن ترضى بأن تعلن أهداف للتحالف العربي يستمر خمس سنوات وفي النهاية تحقق للآخرين مطالبهم. المملكة العربية السعودية يهمها أمنها الإقليمي، يهمها أمن اليمن، أمن اليمن من أمن المملكة العربية السعودية، والعكس صحيح. مهما حصلت من أحداث هنا وهناك، الآن هناك مفاوضات في جدة ما بين الحكومة الشرعية ترعاها المملكة العربية السعودية وما بين المجلس الانتقالي
على ما حدث في عدن وفي المناطق التي تحيط بها. أتوقع أنهم سيصلون إلى حل. الجميع يتفق على أنه الخطر الموجود في اليمن حاليا هو الميليشيات الحوثية، وليست الميليشيات الحوثية بنفسها يعني، فهي جزء ومكون من مكونات الشعب اليمني، ولكن كان مطالبة التحالف العربي ومخرجات الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون والقرار الأممي بأن تشارك في الموقف السياسي في اليمن مثل بقية مكونات الشعب اليمني، ولكن بدون سلاح. السلاح لن يتفق أحد ولن يرضى أحد من يبقى بأيدي الميليشيات الحوثية لتهديد أولا الشعب اليمني ثم لتهديد الجوار الإقليمي. فالتقارير التي سمعنا هنا وهناك هي ربما أنه هي تسريبات، ربما أنه بعض الصحف، ولكن أنا أتوقع أنه الاتجاه إذا وافقت الميليشيات الحوثية على ما يرغب فيه الحكومة الشرعية والتحالف العربي، فأنا أتوقع ليس هناك مشكلة، لأنها مكون مكونات الشعب اليمني لا نستطيع أن نرميهم في البحر. ولكن طيب هذه نقطة واضحة، يعني هذه نقطة واضحة من خلال التصريحات المستمرة للمسؤولين السعوديين، ويعني بطبيعة الحال من خلال تصريحات الشرعية اليمنية قبل ذلك. لكن النقطة الأساسية فيما يتعلق الآن بالجديد، أريد أن أفهم منك إذن ما هي التفاهمات التي تحدث، ما هي التفاهمات بالضبط التي تحدث ما بين المملكة العربية السعودية وميليشيات الحوثي؟ على أي أساس كان هناك في البداية تعامل بارد مع مبادرة الحوثيين بوقف الهجمات الصاروخية على الأراضي السعودية، ومن ثم كان هناك إعلان لوقف العمليات العسكرية على عدد من المناطق في اليمن بما فيها العاصمة صنعاء؟ عزيزي، أنا أؤكد لك أن العمليات العسكرية لم تتوقف. الحوثيين وضعوا مبادرة بأنهم يعني لن يطلقوا صواريخ باليستية، لن يستهدفوا ملاء. اليوم الثاني تم استهداف مناطق في اليمن، تم إطلاق صواريخ باليستية من صنعاء ومن صعدة على مناطق يمنية. لا، هو الحديث كان عن السعودية. هي هذه نقطة، هذه نقطة ثانية فيما يتعلق بأن الحوثيين يستهدفون اليمنيين وما زالوا، لكن الحديث عن التفاهمات مع السعودية بالتحديد. نعم، المملكة العربية السعودية عندما صدر البيان الحوثيين هم وعلى لسان المسؤولين السعوديين رحبوا بأن يكون هناك اتجاه للسلام، ولكن لنضع أنفسنا مكان هذا المسؤولين، السلام بناء على ماذا؟ لنسأل أنفسنا، السلام بناء على ماذا؟ هل السلام بناء على احتفاظ الميليشيات الحوثية بصنعاء والمناطق المحيطة بها؟ هل السلام على احتفاظ الميليشيات الحوثية بالصواريخ البلاستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة وما إلى ذلك، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر وتهديد الأمن الإقليمي من البحر السعودية؟ لا أتوقع أن يقبل أي مسؤول سعودي حسب رأيي الشخصي بأن تكون هذه الأشياء مطروحة للتفاوض. إنما السلام، إذا أردتم السلام، إذا أردتم تفاهمات، فلا يمنع ذلك، ولكن على أساس القرارات الدولية، على أساس مخرجات الحوار الوطني، على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي، على أساس ما يرغب بها التحالف وليس ما ترغب به إيران. طيب دعني أسألك سيادة اللواء بشكل آخر، هل إذا ما أوقفت إذا ما أوقف الحوثيون عملياتهم العسكرية على المناطق السعودية بأكملها سواء في الحد الجنوبي أو في الداخل أو العمق السعودي كما يصطلح، هل ستتوقف ضربات التحالف العربي أو ضربات السعودية تحديدا على مناطق سيطرة الحوثيين وتترك الشرعية تحارب لوحدها في اليمن؟ أنا يا عزيزي هذا رأيي الشخصي، وأتمنى أن أكون مصيب. المملكة العربية السعودية لن تتخلى عن القيادة الشرعية للجمهورية العربية اليمنية. المملكة العربية السعودية أقامت التحالف العربي لأهداف سبق وذكرتها لكم، لن تتخلى عنها. لن تقبل المملكة العربية السعودية باستمرار احتلال الميليشيات الحوثية للعاصمة الرابعة العربية اليمنية وأن تسكت عن هذا الكلام وتتفاوض على تسريرها. ربما يكون هناك اتصالات، ربما يكون هناك عروض سياسية، ربما يكون، ولكن في النهاية لن تتخلى المملكة العربية السعودية عن القيادة الشرعية لليمن. ليس من مصلحة المملكة العربية السعودية بأي شكل من الأشكال أن تترك الميليشيات الحوثية بوضعها الحالي وتسيطر على شمال اليمن وتكون يد إيرانية في جنوب المملكة العربية السعودية. هذه سياسة
استراتيجية للمملكة العربية السعودية لا نقاش عليها. مهما تكلم كثير من الأخوة المحللين أو الكتاب أو رأوا نظرة أو أخرى، فربما لهم رأيهم، ولكن أنا هذا رأيي بأنه لن تسمح المملكة العربية السعودية باستمرار الوضع على ما هو عليه بهذا الشكل مهما كلف الأمر. وسبق وأن تم التصريح بهذا الكلام على لسان صاحب السمو الملكي ولي العهد، وعلى لسان وزير الخارجية، وعلى لسان عدد من المسؤولين السعوديين. فلنحسن الظن ولنرى إن شاء الله في قادم الأيام. نحن نرغب أن تحل سياسيا وتحقن دماء الشعب اليمني. نحن نرغب أن يسلم الحوثيين أسلحتهم وأن يعودوا إلى مناطقهم، وأن يساهموا من ضمن الحكومة الشرعية اليمنية مثله مثل أي مكون في مكونات الشعب اليمني، وليأخذوا حجمهم يعني على قدر حجمهم في مشاركتهم السياسية. لا أحد ينكر هذا الكلام، ولكن لا طيب هذه النقطة واضحة سيادة اللواء، قد أوضحت هذه النقطة. دعني أسأل السيد خالد، هنا السيد خالد عقلان، عن رأيه فيما تفضلت به. لن تتخلى المملكة العربية السعودية سيد خالد كما يقول سيادة اللواء عن الشرعية اليمنية، وإن كان هناك تفاهمات فهي إن كانت ستفضي إلى يعني ما يتوافق عليه المرجعيات الثلاث كما يفهم من كلام اللواء فليست مشكلة. في عجالة يمكن التعقيب على ما ورد على لسان السيد اللواء. لم يتحقق ابتداء من الأخير، لم يتحقق أي هدف من الأهداف المعلنة للتحالف العربي في اليمن، بل أن الأمر زاد سوءا. يعني التمدد الإيراني يزداد قوة في اليمن، والشرعية يصادر قرارها ويتم إخضاع رمز الشرعية للإقامة الجبرية ويمنع من عودته إلى عدن. التحالف العربي الذي غض الطرف أو رعاة المبادرة الخليجية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي باستثناء قطر الذين رعوا المبادرة الخليجية، هم غضوا الطرف عن الانقلاب الحوثي وصالح للعملية السياسية في اليمن في 2014. ومعلوم أن يعني كان هناك دعما واضحا من الإمارات ومن السعودية لغض الطرف السعودي، ودعم إماراتي واضح، ويعني كان هناك اعتراف من أحد القيادات الإعلامية السعودية أن هناك كان دعما لميليشيات الحوثي من أجل الانقلاب والقضاء على فصيل سياسي معين، يعني واللواء يعرف تحديدا من الشخص الذي صرح بذلك. أما ما يتعلق بالسعودية ذاهبة للاعتراف بميليشيات الحوثي والأمير الأمير خالد، ما هي المظاهر؟ هو يقول أن هناك قد يكون هناك بعض التحليلات لصحف حينما الأمر لا يعكس حينما السياسة الرسمية. حينما يصدر يعني تصريحا واضحا من الرجل الثالث في المملكة العربية السعودية والذي يتولى الملف اليمني ويقول أن المبادرة التي صدرت من اليمن، هل الحوثي الآن بنظر المملكة العربية السعودية يمثل اليمن؟ يعني السعودية المملكة العربية السعودية اللي شنت هذه الحرب على اليمن، هذه الحرب الظالمة التي أعلنوا من خلالها أنهم يريدون استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب ويريدون يعني استعادة الشرعية، الآن يخضعون رمز الشرعية للإقامة الجبرية 5 سنوات ويرعون انقلابا آخر في عدن، يعني ويمنع عودة السلطات الشرعية. اليوم تتحرك ألوية العمالقة ومجموعة من المرتزقة الذين تدعمهم الإمارات من أجل الضغط على الحكومة الشرعية للقبول بالحوار مع ميليشيات المجلس الانتقالي وتثبيت الانفصال وتثبيت يعني وتثبيت الانقلاب الثاني على إرادة اليمنيين ومصادرة عاصمتهم الثانية. نحن أمام انكشاف سعودي وتخبط واضح، هذا التخبط ستدفع السعودية ثمنه بهيضا. لم يسبق أن وصلت صواريخ إلى أعصاب الاقتصاد السعودي منذ أن تأسست المملكة العربية السعودية وكان لها النفط منذ عام 1945، وتعرضت الآن لتهديد وجودي إلا بعد أن سقطت الدولة اليمنية. سقوط الدولة اليمنية هو انهيار كامل للسعودية، ولن تتخلى إيران عنهم، ولن تتخلى إيران، الحوثيين لن يتخلوا على إيران، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقدم السعوديون، يعني ولو قدم السعوديون ما قدموا من تنازلات للحوثي لن يتخلى على إيران. سعود الفيصل تباكى وقال حينما اشتكى للأمريكان وقال لهم سلمتم العراق لإيران بطبق من ذهب، ما الذي سلم العراق لإيران بطبق من ذهب؟ أليس النفط السعودي والخليجي؟ نحن أمام انكشاف وفضيحة كبرى للمملكة العربية السعودية التي أصبحت طعنة في خاصرة الأمن القومي العربي. وهي الآن تدفع ثمنا باهظا من أمنها القومي. سيادة لواء، يعني سمعت أنت الآن يتحدث السيد خالد عقلان كذلك لغة الانهزامية الموجودة في صناع القرار السعودي، لغة الانهزامية توحي بأنهم ذاهبين للاعتراف بميليشيات الحوثي. طيب سيادة اللواء، يعني هناك النقاط كثيرة فيما يتعلق بطبيعة هذا الحوار، أن في نهاية المطاف السعودية أجبرت على القبول بهذه المبادرة أو التعامل معها حتى على مستوى الدول الكبرى، يعني القصد أن الإجبار هذا بضغط من الدول الكبرى في سياق يعني بوضع الاعتبار لما تفضل به السيد عقلان هنا، ما رأيك بهذه النقاط؟
طيب اسمح لي قبل ارد على سؤالك ابا اعلق على نقطتين قالها ضيفك الكريم. هو يظهر انه متحامل على المملكه العربيه السعوديه بشكل يعني جدا يعني عالي النقد. المملكه العربيه السعوديه لم تفرض اقامه جبريه على الرئيس اليمني وهو معزز مكرم ويسافر وسافر الولايات المتحده وسافر الامم المتحده وحضر مؤتمرات وسافر الى عده دول، ولا يمكن ان تقوم المملكه العربيه السعوديه بعمل يعني هكذا مثل ما وصفك ضيفك الكريم، واتمنى ان يراجع نفسه في هذا النقطه. النقطه الاخرى، المملكه العربيه السعوديه يعني استجابت لدعوه من الحكومه الشرعيه، استجابت للداء اليمني لتخليصه من الميليشيات الحوثيه. الميليشيات الحوثيه سيطرت على اليمن تقريبا شبه كامل. الان هي محصوره في مساحه لا تتعدى 15% من الاراضي اليمنيه. الان في جده ترعى المملكه العربيه السعوديه يعني ترعى حوار ما بين الحكومه الشرعيه وبين المجلس الانتقالي لمحاوله توحيد المواقف وحشد الجهود ضد الميليشيات الحوثية. يجب أن نسمي الأشياء بأسمائها وألا نسيء الظن بهذا الشكل. يعني المملكة العربية السعودية ضحت بأبنائها، الحكومة الشرعية ضحت بكثير من أبنائها، كلهم في سبيل تحرير المناطق اليمنية المحتلة من قبل الميليشيات الحوثية. وعندما يقول ضيفك الكريم بأنه هناك تصريح للأمير خالد بن سلمان أو إلى ذلك، نرغب في السلام. إذا أرادت الميليشيات الحوثية أن تعود مثلها مثل بقية الشعب اليمني فأهلا وسهلا. إذا لم ترغب وتتحقق على الأهداف المطلوبة فأنا أؤكد لك أن الحرب ستستمر. إلى متى؟ إلى أن يتم تحقيق الأهداف التي من أجلها قام التحالف العربي لهذا الأمور. فنحن أمام معضلة اليمن، وأحب أن أنوه لكم بنقطة. تفضل. واتمنى ان تعطيني يعني دقيقه ودقيقتين. شوف الاستهداف مثلا الطيارات، نلاحظ جميعا ربما هناك اخطاء بسيطه، استهداف الاماكن العسكريه والاماكن التي يتم تخزين الصواريخ والطائرات بدون طيار وما الى ذلك والاماكن العسكريه لن تستخدم المملكة العربية السعوديه وهي قادره على ذلك. ما تم استخدامه في سوريا من قبل النظام السوري للمدنيين، حيث كان تدمير كامل، مدن بكاملها دمرت، مباني بكاملها دمرت. إنما هنا تستخدم حرب تتوافق مع القانون الدولي وتتوافق مع المعطيات، ولا نريد أن نؤثر على مواطن يمني أخ شقيق جار لنا. فهناك عدة حسابات يجب أن نقرأها قبل أن نتخذ بعض القرارات. وعملية الاستهداف الكامل والتدمير واستخدام الصواريخ، هل يعني انتم اخوان اعلاميين وتذكرون كيف كان يتم استخدام الصواريخ البالستيه على المدن السوريه وكانت تدمر احياء كامله؟ هذا لم يستخدم التحالف العربي مع الاشقاء في اليمن. ان العدو هو الميليشيات الحوثيه التي تجاوزت حدودها في التعامل مع الحكومه الشرعيه ومع الشعب اليمني. شكرا لك سيدة لواء مسرور الأحمري الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض على تواجدك معنا في هذه الحلقة. بالعودة إليك سيد عقلان، يعني هناك نقطة، إذا ما كان هناك لوم على المملكة العربية السعودية فاللوم الأكبر يقع على الشرعية. هل أين هي الشرعية المعترف بها دوليا من كل ما نتحدث به الآن؟ وفي الحقيقة الشرعية غيبت وتغيب نفسها، يعني هناك إشكالية، هناك لا ننكر أن هناك فساد في قسم الشرعية، لكن الشرعية هي ما تبقى لليمنيين من رمزية. هذه الرمزية يعني من خلالها يلتف اليمنيون من أجل استعادة دولتهم. أما أن يستخدم البعض الطعن بالشرعية وعلى اعتبار يعني ويبرر ما يقوم به التحالف أصلا من استهداف للشرعية من أجل تصفيتها، لأن تصفية الشرعية هو في الحقيقة تصفية كاملة لكيان الدولة اليمنية. نحن نلقي باللوم حقيقة على قبل أن نلقي باللوم على
التحالف العربي، نلقي باللوم على الشرعية ورموزها، لكن في الحقيقة هناك أصوات مرتفعة كبيرة في الشرعية ووضعت النقاط على الحروف، يعني الميسري والجبواني يعني والنائب رئيس مجلس النواب جباري، هناك قيادات في الشرعية وضعت النقاط على الحروف ووضحت وبينت، وقال الميسري أن الشرعية تذبح من الوريد إلى الوريد، نحن أمام مؤامرة كبيرة، هذه المؤامرة تقاد إليها السعودية عن طريق الإمارات، فبالتالي نحن أمام مشهد يعني يتم فيه يعني تحميل السعودية مسؤولية الحرب في اليمن، بينما تخرج الإمارات بالغنائم ويكون هناك تنسيقا مكشوفا وواضحا مع إيران. هذا التنسيق الواضح والمكشوف من بين الإماراتيين والإيرانيين أتى ثماره عبر انسحاب الإمارات من المواجهة المباشرة مع ميليشيا الحوثي، وتركت السعودية في مواجهة مباشرة مع الحوثي، فبالتالي السعودية الآن هي في الواجهة وهي قائدة التحالف وهي تتحمل المسؤولية. يعني لماذا السعودية تتحمل المسؤولية؟ سيد عقلان، يعني هناك من يتحدث على أن هناك خطاب دولي أمريكي تحديدا يشدد كل فترة وأخرى على أهمية الحوار السياسي، والآن هو يدعو بشكل أكبر كما يقول كثير من المحللين وحتى مراكز دراسات سياسية، يتحدث على أن الأمريكيون يرون الآن أن هناك حاجة لغض الطرف عن دور الشرعية والاتجاه إلى نحو تحقيق نوع من التفاهمات مع الحوثيين، وهناك اتصالات تجري لرعاية محادثات سعودية حوثية من هذا النوع عن طريق الأمريكيين. هل هذه النبرة تنسجم أو تأتي في هذا السياق برأيك؟ يعني هنا سيكون اللوم يوجه مباشرة لقائدة التحالف التي أعلنت من خلال هذه العملية العسكرية استعادة الشرعية واستعادة الدولة وإسقاط الانقلاب، يعني بعد 5 سنوات، يعني بعد 5 سنوات من هذه الحرب التي دمرت اليمن ويعني تسببت بأكبر أزمة إنسانية وتسببت بقتل عشرات الآلاف من الأبرياء ويعني تسببت بمجاعة يعني تكاد تكون الأولى عالميا، يعني بعد ذلك نأتي تكون المحصلة النهائية الاعتراف بالانقلاب الذي جاء التحالف أصلا من أجل القضاء عليه، ثم بعد ذلك نجد أن هناك انقلابا آخر بدعم إماراتي ورعاية سعودية، ويتم الآن يعني عبر الحوار في جدة يعني شرعنة هذا الانقلاب من أجل تفتيت كيان الدولة اليمنية. نحن أمام غدرا واضحا ومكشوفا، هذا الغدر الذي يعني بيتته السعودية منذ أن بدأت بمشروع المبادرة الخليجية هو في الحقيقة للالتفاف على أحلام اليمنيين في التغيير، وبالتالي تدفع السعودية الآن ثمنا غاليا نتيجة لتآمرها والتفافها على إرادة اليمنيين في التغيير، وتدفع ثمنا باهظا أمنها القومي الاستراتيجي. يعني الآن صواريخ الحوثي وطائراته المسيرة يعني تمطر السعودية ليل ونهار، فأصبحت السعودية الآن المستوردة الأكبر للسلاح والتي تعتبر نفسها في صادرة العالم الإسلامي، أصبحت الآن يعني ذليلة وخطابها الإعلامي ركيك ومنهزم أمام ميليشيات، يعني لم تستطع أن تحقق أي اختراق عسكري. كيف سيكون السعودية ضحت بمكانتها الإقليمية، فبالتالي السعودية تدفع ثمن غدرها بالشرعية، الغدر بالشرعية اليمنية وتفتيت كيان الدولة اليمنية هو مهدد استراتيجي وجودي للسعودية، ويسقط اعتبارها تماما في العالم الإسلامي والعالم والمنطقة والعالم العربي بشكل عام. السعودية وراء كل المؤامرات التي تحصل على الوطن العربي في كل بقعة، وبالتالي لكن الضرر الأكبر سيأتي من خلال تفتيت الدولة اليمنية وتمكين الميليشيات الطائفية وذراع إيران الأقوى في اليمن. ولا ننسى أن هذا يعني يتم حتى الانفصال الموجود أو قيادات المجلس الانتقالي الانفصالي لهم علاقة مع إيران، فبالتالي الانقلاب الموجود في صنعاء والانقلاب الموجود في عدن لهم ارتباطات في إيران، إيران تتحرك بذكاء في المنطقة، ولكن السعودية تتحرك بهذا المستوى من التخبط الذي سيكون له عواقب وخيمة على الوجود على الأمن القومي السعودي وعلى أمن المنطقة بشكل عام. دعنا نشك معنا في الحوار المحلل السياسي دكتور علي العبسي الذي ينضم لنا عبر الهاتف من برلين. أستاذ خالد أرحب بك دكتور العبسي. إذا تفاهمات جديدة تكشف عنها السعودية في سياق وقف إطلاق النار بين الرياض وميليشيات الحوثي، إلى ما تعزو هذا التطور دكتور في مسار أن هناك تفاهمات بمعزل كما يبدو عن الشرعية اليمنية أو عن الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتحديد؟ إذا نظرنا إلى التطورات علينا أن ننظر لها من زاويتين أو نعيدها إلى سببين رئيسيين. أولهما مسألة استهداف مصادر النفط ومحطات ضخ النفط السعودي الرئيسية، ومسبب ذلك في إيقاف قصير السعودية لنفخ نفطها. هذا أعتقد خلط كثيرا أوراق السعودية ودعا القيادة السعودية لعدة
تخطيط سياستها تجاه اليمن وتجاه الحرب في اليمن، واعتقد انهم بحاجه الى نوع من الهدنه او من الوقت لملمات اوراقهم واعاده واخذ رصاصهم واعاده تخطيط الحرب من اول موقف في اليمن. هذا من ناحيه، من ناحيه اخرى التفاهمات هذه تخضع ايضا ل او الاستعداد السعودي لاحداث التفاهمات مع الحوثيين تخضع لضغوط دوليه، هناك ضغط دولي على المنطقه العربيه السعوديه، ضغط دولي من الولايات المتحده الامريكيه عبر الكونغرس الامريكي الذي يضغط على الاداره الامريكيه ليوقف دعمها للحرب في اليمن. من ناحيه اخرى المجتمع الدولي ايضا يبدو اكثر تذمرا في الوقت الاخير من السياسه السعوديه ومن القصف العشوائي والضحايا المدنيين الذي تتسبب فيه الغارات الغير دقيقه من السعوديه، هذا احسن ظن اذا لم نقل ان هذه الغارات هي غارات تستهدف فعلا يعني المدنيين اليمنيين والبنيه التحتيه اليمنيه. المملكه العربيه السعوديه في المحصله هي تبحث لها عن مخرج من الورطه التي وجدت نفسها الان فيها في اليمن. هي دخلت الحرب في اليمن بهدف اهداف معلنه، ولكن الاهداف الحقيقيه لها لم تكن ذلك، لم يكن هدف السعوديه الاساسي هو اعاده السلطه الشرعيه اليمنيه الى العاصمه صنعاء. هدف السعوديه كان هدفها السيطره على اليمن، وكانت خطتها في هذا المجال هي اضعاف كل الاطراف الموجوده في اليمن، كل القوى الرئيسيه سواء كانت قوى عسكريه او قوى مدنيه او قوى سياسيه. هي استطاعت ان تضعف الحكومه الشرعيه اليمنيه، هي استطاعت ان توجد هذا الجانب، ولكنها في الناحيه الاخرى لم تستطع اضعاف القدره العسكريه للحوثيين. راينا كيف تطورت الحوثيين من ميليشيات غير ذات تخطيط، من ميليشيات فقط تتحرك على الارض، الى ميليشيات قادره على استهداف العمق السعودي بتكنولوجيات لا يمكن ان نقول انها بسيطه ولكن هي متطوره. تلقت مهما كان المصدر الذي تلقت به منه هذه الميليشيات هذه التقنيات، لكن في الاخير هي استخدمتها بكفاءه ضد المملكه العربيه السعوديه. المملكه العربيه السعوديه الان هي تبحث لها عن مخرج. مسألة الآن هذا المخرج هل هو مخرج نهائي؟ هل هو مخرج مؤقت فقط؟ هذه مسألة سننتظر وسنرى فيها. لا لكن دكتور يعني سياق حديثك عن مخرج يقترح على أن أو على الأقل يوحي بأن هذا التحرك من قبل السعودية هو فعل إرادي. هناك كثيرون يتحدثون على أن هناك ضغط إقليمي عفوا دولي أمريكي بالتحديد باتجاه تسوية سياسية مع ميليشيات الحوثي للالتفات لملفات أخرى ربما بالنسبة لأمريكا أكثر أهمية فيما يتعلق بالمنطقة مثل إيران وغيرها. يعني أعتقد أنه هناك ضغوط، هذه كانت موجودة دائما، الضغوط هذه كانت موجودة دائما منذ أكثر من عامين، هناك ضغوط على المملكة العربية السعودية من المجتمع الدولي. لكن السعودية كانت يعني ضامنة لوقوف إدارة الرئيس الأمريكي ترامب معها، ولذلك لم تكن مستعدا لقبول هذه الضغوط. اعتقد ما حصل انه تطورت العسكريه اكثر، يعني طبعا السعوديه ليست مساله اراديه، ولكن كان رده فعل لما جرى في المملكه في الفتره الاخيره وتلقي الضربات موجعه ومحرجه لها من قبل الحوثيين. المخرج اللي تبحث عنه المملكه العربيه السعوديه لانه هو مخرج مؤقت، المملكه العربيه السعوديه لا يمكن لها يعني ان تقبل بايقاف الحرب بشكل كامل في اليمن، هذا معناه انها تترك اليمن للحوثيين، تقبل بالامر الواقع وتقبل بالحوثيين تقوى مسيطره على اليمن، وهذا لا تستلقى السعوديه القبول به من ليس من ناحيه التزاماتها الشرعيه اليمنيه باعادتها للعاصمه صنعاء، ولكن من ناحيه امنها القومي. هي لا يمكن ان تقبل اذا كانت الان غير قادره على 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 صد الحوثيين وهم الان محاصرون وهم تحت القصف المباشر، فكيف يمكنها أن تحجمهم بعد أن تصبحنا هدنة ولا يصبحنا صعوبة استهدافهم مرة أخرى؟ نحن رأينا أن تسريبات قالت المملكة العربية السعودية مستعدة لإيقاف إحداث هدنة في أربع جبهات منها العاصمة صنعاء، وأربع جبهات أعتقد هي موجودة في الداخل اليمني. هذا شيء أولا، بأن السعودية غير مستعدة لإيقاف الحرب بشكل نهائي، وثانيا أن المملكة العربية السعودية هي المسيطر الرئيسي والوحيد على الساحة في اليمن. الجبهات الاخرى المفترض ان تقاتل بها القوات الحكومه الشرعيه اليمنيه، واذا كانت السعوديه تعرض هدنه في هذه الجبهه دون الرجوع الى الحكومه الشرعيه اليمنيه، فهذا يدل ان المملكه العربيه السعوديه هي المسيطر الرئيسي والوحيد على الساحه القتاليه في اليمن وعلى القرار في اليمن، يعني بدون وجود اي اثر يذكر للحكومه الشرعيه اليمنيه. اعتقد السعوديه كما قلت هي تبحث عن مخرج
مؤقت، تبحث عن هدنه مؤقته ليست شامله، هي ان تتحمل تكلفه هدنه شامله. ولدينا تجربه، لدينا تجربه مع الهدنه مع المنسوبين او بحث عن حل سياسي، لدينا تلقي ستوكهولم. نحن نقترب الان من العام، يعني نحن 10 اشهر كامله لم يحدث اي تقدم يذكر في اتفاقية ستوكهولم سوى مسألة وقف إطلاق النار، وهو ما يبحث عنه الحوثيون. الحوثيون لا يبحثون عن اتفاقية السلام أو أي حوار من أي نوع، هم يبحثون فقط عن إيقاف الحرب، إيقاف الضربات الجوية. طيب في هذه النقطة دكتور، في هذه النقطة فيما يتعلق بالطرف الآخر من هذه التفاهمات، الحوثيين أنفسهم، هل بالنسبة لميليشيات الحوثي هل هي تبحث عن اتفاق مع السعودية؟ هل أيضا هي مستعدة للتخلي عن دعم إيران لها في سياق دور أكبر على مستوى الكعكة في اليمن؟ التحالف الحوثي الإيراني هو تحالف استراتيجي، كل القوة التي حصلت عليها القوى الحوثيون من اليمن هي بدعم إيراني معلن. يعني حسن نصر الله زعيم حزب الله اعترف بأن هناك شهداء للحد في اليمن، فمسألة التخلي الحوثيين عن تحالفهم الاستراتيجي مع ايران ومع الاحزاب التي تمثل النفوذ الايراني في المنطقه العربيه غير، يعني اعتقد انه مستبعد. لكن ماذا هذا يبحث الحوثيين من السعوديه؟ الحوثيين يعلمون بان مساله الاعتراف الدولي بهم كقوه امر واقع، اعتراف بسلطتهم على عاصمه صنعاء وعلى جزء كبير من اليمن، لا يمر الا عن طريق البوابه السعوديه. اذا اعترفت السعوديه بواقع الحوثيين وما تحت يديهم من اراضي وسلطتهم في صنعاء، فالمجتمع الدولي سيلحق المملكه العربيه السعوديه. الان الحوثيين هم يبحثون على هذا المساله، لهم لا يريدون حل سياسي ولا يبحثون عن حل سياسي، هم مقتنعون بما وصلوا اليه، هم عقائديين ايضا يعتقدون انهم يشنون حربا مقدسه ولا يمكنهم ابدا التخلي عن هذه الحرب المقدسه بحسب معتقداتهم. هم يبحثون عنها الان هو احتراف سعودي بسلطتهم وتحكمهم بجزء كبير من اليمن، وهم يحاولون اجبار السعوديه على ذلك، ليس عن طريق التفاوض ولكن عن طريق الضربات الجويه والضربات الطائره المسيره والصواريخ وتهديد المملكه العربيه السعوديه واحراجها واحراج قواتها امام شعبها وامام المجتمع الاقليمي والمجتمع الدولي. الحوثيين يبحثون عن اجبار المملكه العربيه السعوديه، وهم وفي هذه النقطه يهدفون الى ذلك، لا يهدفون الى ايجاد اي حل سياسي. ولا يمكننا ان نتوقع أن السؤال أن الحوثيين مستعدين أن تخلي سياسيا عن أشياء لم يستطع الطرف الآخر الحصول عليها عسكريا، لا يمكن أن نتوقع أن ينسحبوا من المناطق التي سيطروا عليها، لا يمكن أن نتوقع أن يسلموا السلاح أو أن ينسحبوا من العاصمة صنعاء الذي لم تستطع الشرعية ولا التحالف العربي إخراجه منها بالقوة، فلا يمكنهم إخراجه منها بالسياسة. الحوثيين كما قلت يبحثون عن إجبار السعودية على اعتراف بسلطتهم على سلطه الامر الواقع لهم على العاصمه صنعاء وعلى جزء من اليمن، والتخلي تماما عن الحكومه الشرعيه اليمنيه. هذا ما يبحث عنه الحوثيون. هل السعوديه ستستجيب لذلك؟ يعني هذه مساله، هذا هنا السؤال، هل السعوديه مستعده للموافقه على هذا الحوث؟ انا اعتقد ان السعوديه غير مستعده، لان ذلك يمس ليس بالتزاماتها تجاه الحكومه الشرعيه اليمنيه ولكن يمس بامنها القومي في الاساس. شكرا لك دكتور علي العبسي المحلل السياسي، كنت معنا على الهاتف من برلين. لاحظتك سيد خالد وأن تدون بعض الملاحظات فيما يتعلق بسياق مداخلة الدكتور علي، تفضل. أريد خلال هذه العجلة أن أؤكد على جملة من الحقائق، يعني ليعيها صانع القرار السعودي، إن كان هناك بالفعل يعني عقلا سعوديا سياسيا يدرك تبعات ما يقوم به من عبث اليمن. اليمن المفكك المنقسم والضعيف والهش ستلتهمه إيران كما التهمت العراق، وسيكون مصدر تهديد استراتيجي بل ووجودي أشد مما يحصل في العراق. ثانيا الزبيدي ومجلسه الانفصالي العنصري الذي تسعى السعودية عبر حوار جدة لاحتوائه ويكون ضمن قسم الشرعية اليمنية هو النسخة الاحتياطية للمشروع الإيراني في الجنوب. النقطة الثالثة والمهمة، قصف التحالف السعودي الإماراتي للجيش اليمني الذي كان يريد استعادة عاصمته المؤقتة يكشف عن سر توقف جبهات نهم وتعز منذ 4 سنوات، ويعطي انطباعا واضحا لدى الشعب اليمني أن التحالف السعودي الإماراتي غدر باليمنيين ولديه هدفا واضحا أصبح وجليا، وهو الانقلاب على الهدف المعلن، ولديه هدف واضح وهو تفكيك الدولة اليمنية وتصفية الشرعية
يعني إحلال ميليشيات، سواء ميليشيات عنصرية في الجنوب أو اعترافا ضمنيا بميليشيات طائفية في الشمال، من أجل إعادة توزيع النفوذ لصالح قوى دولية. وبالتالي هذه التحالف السعودي الإماراتي عبارة عن وكلاء لقوى دولية تسعى إلى تفكيك المنطقة العربية وتدمير الأمن القومي العربي. النقطة المهمة والخطيرة هي أن للأسف الشديد أن السعودية ما زالت إلى الآن تستخدم شرعية الرئيس عبد الرب منصور، هذه من أجل تمزيق اليمن ومن أجل يعني إعادة تموضع النفوذ السعودي الإماراتي وتوزيع النفوذ على الأرض. فبالتالي على الحكومة الشرعية الآن أن تستعيد زمام المبادرة من خلال يجب على الرئيس عبد الرب منصور هادي وحكومته الشرعية أن يخرجوا للعالم اليوم قبل غدا ليعلنوا أن التحالف السعودي الإماراتي يلعبون أدوار محابة السعودية عبر خطاب فيه نوع من التملق الغير أخلاقي لم يعد مجديا تماما للشعب اليمني. السعودية والإمارات يتبادلون الأدوار من أجل يعني تمزيق اليمن وتفتيت كيان الدولة اليمنية. فبالتالي المسؤولية التاريخية والدستورية يعني تتحتم على الرئيس عبد الرب منصور هادي وشرعيته إن كانوا يحترمون أنفسهم ويحترمون اللحظة التاريخية أن يعلنوا للعالم أن هناك لعبا واضحا ومكشوفا وتبادل أدوار ما بين السعودية والإمارات يستهدف كيان الدولة اليمنية العضو في الأمم المتحدة. وكذلك على الحكومة اليمنية أن تسند يعني تحرك الجيش الوطني والجيش الوطني في استعادة زمام المبادرة، وأن يكون هناك توجه من الداخل لمواجهة الأطماع الإماراتية والسعودية من أجل يعني الحفاظ على ما تبقى من كيان الدولة اليمنية، لأن كيان الدولة اليمنية إذا انهار بهذه السهولة سيكون له تداعيات خطيرة جدا، وسيتم تقسيم المنطقة العربية بشكل عام حينما تفتح باب التقسيم من اليمن. شكرا لك أستاذ خالد عقلان الكاتب الصحفي، كنت معنا في الاستوديو في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، دمتم في أمان الله.